يوم مفردة تتردد كذلك بشغل طاغ منعكسة غالبا على نفسها كما في مرآة على طنوف المقرنصات والركابات وبين السبكات أو في مواكبة الشعارات وتعابير أخرى. وهناك جمل متنوعة وجيزة مخطوطة على شكل تصاميم في كل جوانب الحمراء، فنحن نقرأ في قمارش: الله عد لكل شدة، بلفظ الجلالة في القاعدة وفوقه كلمة عد مع استطالة الخطوط العمودية في لفظ الجلالة وتضافر قممها في أسنان مستدقة أو أقواس تضم في داخلها ما تبقى من عناصر الجملة. فأحياناً تكتب الغبطة بالخط الكوفي في القاعدة بحواف عليا مفخورة النهايات المسننة وبأقواس وهمية وإطار صغير يحوي كلمة المتصلة. الغبطة المتصلة وسط زوجين من الأعمدة الصغيرة التي توحي بأنها تسند مقرنصات الإفريز، حيث يمكن قراءة كلمة يمن كما في مرآة وعز لمولانا أبي عبد الله، وبذلك يتكون رواق لفظي في الجص يشكل مع قاعدة الزليج المائي ببعدين معالم الهيكل المعماري ببركته وروضه. وإلى الأعلى حزمة من شعار بني نصر تستبق أخرى بشعارات سلطانية محفوفة بالعبارة نفسها، تعلوها تصاميم هندسية أكثر تعقيداً مؤلفة من الآية القرآنية: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، تشكل في نهاية المطاف قاعدة العقد المقرنس، حيث يمكن قراءة الله عد وبارك بالخط الكوفي. وهكذا تتشكل في قاعة قمارش لوحة واسعة لأقواس متشابكة من مزج خطوط الملك لله، التي تحتل فيها مفردة لله مركز القاعدة مع مفردة بركة التي تتكرر نحو الأعلى. وتتصل التصاميم الخطية بشبكة من أقواس مفصصة تندمج بدورها في شبكة أخرى من الأقواس المصقولة.